الشاهد النموذج اللي عايز اقول لك عليه يا استاذه ميار، اب دخل بيته لقى ابنه عمال بيلعب، المهم وهو بيلعب كسر الازاز بتاع الشباك. ده في دوله من الدول العربيه، والفيديوهات اللي احنا شفناها على فكره من الدول العربيه، ما شفتش انا حد من الغرب ممكن يعمل كده، مستحيل شفتش للاسف يعني، وده من تخلفنا. الاب دخل لقى الولد زي طبيعه اي طفل، مهايبر شويه، بيتنطط، رامي هدوم في الارض، وقع حاجه، المهم ان لما شافه كسر النافذه او الشباك، جاب عصايه خشب للاسف كان فيها مسمار مصدي، ضرب بيها الولد على ايديه الاثنين ضرب مبرح، فللاسف لون ايدين الولد اتغيرت، فالام اتخضت فجريوا بيه على المستشفى. الدكتور يقول لهم ده السم وصل لابنك للدم عند الولد، واللون الجلد الجسم بقى الكفين بقى ازرق، لازم قطع ايدين ابنكم حالا والا السم سيسري في بقيه الجسد. انضيل على ورقه ان انت موافق على ان ابنك يتقطع كف ايده الاثنين، يعني هتمضي بايه؟ بدموع عينيك، بدمك اللي انت عملته في ابنك ده. وقع على الورقه، الولد دخل العمليات، طلع من العمليه بيبص في ايده ما لقاش كفين ايده، قاعد يقول له يا ابي ارجوك يا ابي رجع لي ايدي وانا مش هعمل كده تاني، ارجوك يا ابي رجع لي ايدي وانا مش هتشقى تاني، بالله عليكي رجعهم. لا لا لا، الاب يطلع فوق المستشفى وينتحر. يا خبر ابيض، ما هو خلاص مش هيقول له ايه، هيرد هيعيش طول عمره دمر ابنه. شفت العصبيه وصلتنا لايه؟ ان ممكن الاب اللي ماسك كابل كهرباء ولا ماسك خشبه ولا ماسك شومه ولا اي حاجه حاده، الضرب مش كده في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا ما علمناش كده، سيدنا عمر قال لما قال علموا اولادكم الصلاه لسبع، طيب اضربوهم عليا عند عشر، ضرب بايه؟ بالكرباج؟ مش كده خالص، ضرب غير مبرح، ضرب بس للتربية، حاجة كده عشان تفكروا ها خد بالك اهي العصاية موجودة، ممكن ألسعك بيها مش أكسرك بيها أو أعمل لك عاهة بيها.